تمام، مطلوب من الفعاليات المدنية وسياسيا ربما مصر في ظل تقدم الحرب مش في الأسبوع الثالث في دقيقتين أقل. أستاذ بحري، في مداخلة أخيرة حتى نختم حلقتنا، مطلوب هم تقريبا يفعلونه الآن هو الخروج إلى الشارع للتعبير عن أن هناك إسنادا شعبيا، هناك ضمير حي للشعب التونسي وأيضا مختلف الشعوب العربية الإسلامية، هناك شعارات قوية ترفع طبعا، ولكن دائما ضمن قانون الدولة الذي لا يسمح بمهاجمة السفارات. طبعا هذه الأنظمة هي حارسة لمؤسسات يعني الخارجية والداخلية، وأقصى ما يمكن أن تسمح به هو رفع الشعارات عاليا والصراخ في الشارع إلى غير ذلك. مطلوب من النخب أن تحول هذه الحماسة أن تحولها إلى قراءة، إلى فلسفة، فلسفة الحياة. هذه فرصة لعودة المعنى بعد سقوط التفاهة، قد كتب في ذلك الكثير يعني. هذه خميرة مهمة جدا يجب الاشتغال عليها، على المثقفين، على الإعلاميين، على السياسيين، رجال المناكب. عودة الشارع مكسب للنخب السياسية حتى في قضايا الداخلية، على هذا مهم جدا. في العنوان السياسي ما دخلت السياسة أمرا جميلا إلا تجاذبته ومزقته. لو صعد سياسيين اليوم وتكلم في الشباب، أنا قلت لأحد الواقفين بجانبي، قلت لو يطلع الآن سياسي ويتكلم في الشباب سينزرع. نحن رأينا شبابا مختلف اليوم من مختلف التوصيفات، حتى لا أقول الانتماءات لغير ذلك، ولكن من مختلف التوصيفات. شباب كان يعني يكفي أن يرفع الشاب شعار يشاركه الآخرون. كلمة أريد أن أقولها، أنا كتبتها على الفيسبوك ولكن الفيسبوك محاصر، ولكن ربما من خلال قناتكم هناك من يتابع. لا نبالغ في خطاب الحزن وخطاب اليأس، حتى لا نشعر العدو بأنه آذانا وأنه آلمنا وأنه هزمنا حزن. عندما تدخل المقاومة إلى معركة فهي تعرف أن هناك شهداء وأن هناك جرحى وهناك دماء وهناك منازل ستسقط إلى غير ذلك. فالشهداء نحن في عقيدتنا أن هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب، ونفرح لهم. وهم أنا رأيت صور للشهداء مبتسمين، فهم يذهبون إلى الجنة. الجرحى هؤلاء وكل المصابين، من اشتاك بشوكة كما قلنا في السلام في سبيل الحق وفي سبيل الله وفي سبيل الأرض والكرامة فله ثواب جزيل وثواب كبير. نخفي المرثيات والنفرح بأن في أرضنا مقاومة تدافع عن الأرض والعرض. جميل جدا للدكتورة تمارا حداد، الباحثة والكاتبة السياسية، كانت معنا مرة من فلسطين المحتلة ومن تونس، الكاتب والشعر والباحث التونسي بحري العرفاوي. جزيل الشكر لكم ولكل متابعينا، ألقاكم بداية الأسبوع إن شاء الله بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، 10:30 بتوقيت القدس المحتلة مساء. في أمان الله.